بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني الأول أبدأ بأن أنا رحب بكل المشاركين وبالجهد الكبير اللي اتعمل حتى الآن في إخراج المؤتمر بالشكل ده، وأتمنى أن تحيتي واحترامي للدكتور هارفي تصل إليه. احنا تحدثت معه خلال جلوسنا سويا في الصالون، لكن أنا يعني اسمح لي أن أنا قدام الدنيا كلها اللي بتشوفنا دلوقتي، سواء اللي حاضرين هنا أو اللي حتى اللي بيتفرجوا علينا، بقدم لك كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وبشكرك. وعايز أقول لك أن أنا اللي لي عظيم الشرف أن أنا التقيت بحضرتك هنا، أنا اللي لي عظيم الشرف أن أنا شفتك. واسمحنا أقول لك تاني أن إحنا في مصر كنا، وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف أن المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه، وزي ما تقال في الكلام اللي أنتوا قلتوه كله أن لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز، لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز. وبالتالي لما كنت أقول يعني زمان يعني أقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وأيضا علاج لي، لقينا أن مجرد أن كانت النوايا كده، أنا بتكلم على مستوى شخصي يعني، كان دايما ده هاجس ودايما ده كان أمر بفكر فيه بعمق الحقيقة. فربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني أساهم مع أبناء بلدي هنا في أن أنا أنهي هذا المرض في مصر. فأنا عايز أقول أن العلماء الأجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف أثرهم، الأمر ده أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي. إن بلد يبقى فيها يعني ساعة لما عملنا الإجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دولة فيها حوالي 90-95 مليون، النهاردة احنا 102-103 مليون 104. يعني أقصد أقول لما عملنا الفحص ده وأطلقناه على المستوى القومي هنا، ثم ربنا وفقنا أيضا، عشان بس بقول لأصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا اللي موجودين معنا هنا، هو تتصوروا أن قلة الموارد ممكن تبقى عائق أمام تحقيق الأهداف.